السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سالم جديد معكم يا محمد. فيديو جديد من فيديوهات أب كونكر المميزة. طبعا احنا عرفنا يا جماعة ان اخر تحديث نزل ليها اللي هو دراجون اسينشن، اللي هو الخاص بتحديث دراجون وورير، وبصراحة التحديث قوي جدا 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 ومميز، وكمان روعة برضو بصراحة. عن تجربة شخصية في اللعبة دي، اتوقع ان كمان في كونكر عادية ان شاء الله لما تبقى ماكس فيه هيبقى حكاية تانية خالص. وكمان احدث الجرمانات والماونتات هتلاقيها في لعبة اب كونكر. اخر حاجة دي كان اخر حاجة نزلت زي ما انتم شايفين اهو، تمام. كمان برضو عشان نتأكد ان دراجون وورير موجود الارشيف بتاعه اهو، عشان برضو زيادة تأكيد زي ما انت شايف. نخفي الاجنحة مثلا والهالو عشان برضو تتأكد من الكلام ده زي ما انت شايف اهو. اهو دراجون وورير موجود، نخفي كمان اللقب يا معلم زي ما انت شايف، كمان اضافة النهاردة التحديث الجديد اللي هو سيستم الورد كيس بير جيد لاف ليتر ماربل زي ما انت شايفين. حتى الجايز بتاعتها اللي هو مثلا شفنا اول واحد الهالو ده، يعني حتى اختفى مني، كان الهالو ده مفتوح في الاول، بس طبعا عشان السيستم بتاع الورد نزل بتاعه اصلا فاتغير زي ما انت شايفه. نخفي دي كده اهو، نخش مساحة التاني. خسارة والله، كنت مفتوحة لي كلها ببلاش. هضطر اخد رانكات دلوقتي في التوتال جيفت دي عشان اقدر ان انا اجيب الاستعلات دي. خسارة زي ما انت شايف اهو، هتلاقي التحديث شغال كويس خالص اهو، جميل جدا. الفكرة ده اقوى سكيلة ليه والله، اللي هو دراجون سلاش، والله اقوى سكيلة ليه، جميل جدا. طبعا يا جماعة احنا عايزين دلوقتي نخش على التحميل والكلام ده كله، بس البنج بتاعها ازاي والاف بي اس مفتوح، يعني تلاقي الدنيا تمام مرتاح معاك خالص. نخش اول حاجة على الموقع بتاع اب كونكر، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف او ما ظهر عندك في الفيديو. يعني تخش على صفحة ريجستر، أول حاجة بتعمل الأكونت بتاعك، يوزر نيم والباسورد وكونفيرم باسورد والإيميل وسكيورتي كود. أهم حاجة سكيورتي كود ده يا جماعة، عشان ده اللي تقدر من خلاله. هنا بص كده على نقاط الشحن، هنا أهو تقدر أنت تعمل تريد أو أي حاجة، بس لازم تفتكر اللي هو السكيورتي كود. كمان عندك هنا صفحة داونلود، أفضل حل ليك يا جماعة تحمل الكلينت كله، الكلينت كله لأن نظام بجات. فهضطر اتحمل كل البجات دي، لا انا هحمل الكلينت كله عشان تبقى بعيد عن اي مشكله تحصل في اللعبه. كمان هنا تقدر لما تعمل اكونت جديد تنزل تشوف الدنيا هنا ايه ده، سيليستيل فليم ومعيس بس ايه ده الحظ، هتلاقي كل اللي انت محتاجه مفيش اي مشاكل خالص. انزل والعب واستمتع. لو انت عايز احدث اصدار من الكونكر لاين، احدث اصدار بدراجون وورير، هتلاقيه هنا اهو، كل الارشيفات شغاله كويس خالص، كله تمام التمام يا معلم. انزل والعب واستمتع، انزل والعب واستمتع زي ما انت شايفه. والله جميل جدا والله، الاداء بتاعه حلو، اللعبه سريعه مش اي تهنيجات زي ما انت شايف اهو. الضربه بتجيب اهو، يعني الدنيا تمام. بص كده تلاش، يعني تلاقي كله شغال اهو. النمسس يلا نروح نضرب شوية، فده اختفى هنا يعني. يا جماعة انا عشان ماكس يا جماعة، عشان الناس بس ايه ما تفتكرش ان انا. بص كده اهو، هتلاقي الدنيا مرتاح متقلقش زي ما انت شايف كده. اضرب اضرب يا معلم وظبط الدنيا. عارف شو بدلها كان موجود كان خرب الدنيا والله. ايه العب العب يا حماده ده كان هذا الفيديو يا جماعه، ده بس كانت لفه سريعه جدا في اخر نظام نزل اللي هو نظام الورد الجديد. اللعبة ما شاء الله عليها بكونكر يا جماعة، بتتطور كل يوم وكل ثانية وكل دقيقة في اي تحديثات بتنزل، احدث الجرمانات والماونتات
نزلت فيها. بصراحة يعني الوضع جميل جدا جدا جدا. طب ممكن اعمل كده مثلا؟ الله، نظهر بقى اللقب ونظهر الهالو ونظهر الجناح، شكلك هيبقى عرة. شايف شكلك عرة والله، بس حلو برضه. كان معكم يا محمد من فيديوهات اب كونكر المميزه. انا عايزك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، بفعل زر الجرس عشان تعرف كل جديد في عالم اب كونكر. تابعنا باستمرار. اشوفكم على خير والسلام عليكم. استنى بس قبل ما اقفل، لازم اظهر الجرمد عشان يبقى الستايل كامل اهو زي ما انتم شايفين. وادالك لكسين يا عم الحاج. السلام عليكم.